بكم مشاهدينا الكرام وهذه الحلقة الجديدة من أحداث اليوم. أنا شادي شاش وفي هذه الحلقة نتابع أهم ما حدث خلال هذا اليوم من أحداث. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالي، وقد وجه الرئيس بتعزيز مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية. واطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، حيث شهد شهر نوفمبر الماضي تحقيق أكبر حمولة للبضائع العابرة وأعلى إيرادات شهرية في تاريخ الهيئة. كما عرض رئيس هيئة قناة السويس الهيكل الجديد الذي تم الإعلان عنه لرسوم عبور السفن في قناة السويس، والذي سيتم تطبيقه بدءا من شهر فبراير القادم فضلا عن المردود المتوقع منه، حيث جاء مواكبة لتوقعات المؤسسات الدولية المتخصصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار البترول العالمية. وتم أيضا عرض أصداء مشاركة قناة السويس في معرض إكسبو دبي 2020 من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، والتي هدفت إلى الترويج للقناة ومنطقتها الاقتصادية. كما عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضم من قاطرات وكركات حفر ولنشات الإرشاد وأقسام مكافحة التلوث ومراكب الصيد وناقلات الوقود، فضلا عن جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كيلومتر، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض جهود قناة السويس للوفاء بمسؤولياتها البيئية الدولية، حيث ستقوم القناة بتخصيص حوافز لمشغلي السفن العابرة، وذلك اعتمادا على مساهماتهم في المحافظة على البيئة من خلال تخفيض انبعاثات الكربون، وذلك بهدف تشجيع السفن على استخدام الغاز الطبيعي المسال ومختلف أنواع الوقود ذات النسبة الكربونية المنخفضة، لتصبح قناة السويس كقناة خضراء تشجع وتدعم الحفاظ على البيئة. كما اطلع الرئيس في ذات السياق على جهود تطوير منظومة الطاقة الخاصة بقناة السويس، حيث ستستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية في إنارة محطات المراقبة بطول مجرى القناة. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في الجانب الدعوي وتدريب الأئمة وفي مجال التأليف والترجمة والنشر. وقد وجه الرئيس بأن يتم التركيز على المتميزين من الأئمة وصقلهم علميا ومهاريا من أجل تكوين كتلة معرفية تعزز من أداء الجانب الدعوي على أساس صحيح ومستنير. وفي هذا الإطار اطلع الرئيس على جهود وزارة الأوقاف في تدريب وبناء قدرات الأئمة الجدد والموظفين بالوزارة، سواء من خلال ما تنفذه الوزارة من دورات بأكاديمية الأوقاف أو بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة الأخرى. وقد عرض وزير الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدت مؤخرا والإقبال الدولي الواسع الذي شهدته، باعتبار أن الفوز بها يعد بمثابة شهادة اعتماد دولية في قراءة القرآن الكريم. وقد وجه الرئيس بتعزيز دور المسابقة في قياس مدى فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده وتفسيره، وعدم الوقوف عند حدود حفظه فقط، فضلا عن الاهتمام برعاية النوابغ من حفظة القرآن الكريم وحسن إعدادهم وتأهيلهم خاصة من النشء والشباب.
كما عرض دكتور مختار جمعة استعدادات وزارة الأوقاف لعقد مؤتمرها الدولي في شهر فبراير القادم بمشاركة دولية واسعة تحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي، حيث وجه الرئيس بتضمين محاور المؤتمر دراسة متخصصة حول تطور مفهوم الدولة من منظور إنساني. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الأوقاف استعرض أيضا جهود الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر سواء باللغة العربية أو اللغات الأجنبية المختلفة، فضلا عن الإصدارات الموجهة للنشر وكذلك ترجمة معاني القرآن الكريم إلى العديد من اللغات، مشيرا إلى ما تلقى هذه الإصدارات من قبول واسع من مختلف المراكز العلمية والبحثية بمختلف دول العالم. كما تم عرض ما حققته وزارة الأوقاف من نقلة نوعية في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة زيادة بلغت حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث وجه الرئيس بسرعة العمل على إنهاء أي نزاعات بين هيئة الأوقاف وأي جهة أخرى سواء أفراد أو جهات اعتبارية، وذلك في إطار صون أملاك وحقوق الدولة. كشفت وزارة الداخلية حقيقة التسريب الأخير المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة انطلاقا من جهود حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها، والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام. وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخرا من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعي أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقه مع على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة. أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمد 61 عام عاطل يقيم بمحافظة القاهرة مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في 22 قضية متنوعة ما بين نصب وقتل خطأ وتنقيب عن آثار، والثانية تدعى ميرفت محمد علي أحمد البدوي 52 عام حاصلة على لسانس حقوق تقيم بمحافظة الإسكندرية. أسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي وعدم سابقة عملها أو عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية، وقيام المدعو حنفي عبد الرازق بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها في أوساط المحيطين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال سعيا لاكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسؤولين بالدولة وقدرته على إسناد عقود لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطار أعمال النصب والاحتيال التي يطلع بها. كما أسفرت التحريات عن تحديد الشخص القائم بالتواصل مع الإخوان الهارب عبد الله الشريف والذي تبين أنه يدعى وائل عبد الرحمن سليمان محمد 42 عام سمسار يقيم بمحافظة الإسكندرية، حيث تبين ارتباط السمسار المذكور بالمدعو حنفي عبد الرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق. وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبد الرحمن لضائقة مالية
قرر التواصل مع الإخوان الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي، وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج، إلا أن الإخوان الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبد الرحمن والإخوان الهارب عبد الله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن، وجري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات. هذا وتنفرد اكسترا نيوز بالمحادثات الصوتيه بين الاخوان الهارب عبد الله الشريف والمتهمين. اطمن يا زعيم، عبد الله الشريف معاك ومحدش بيفتح التليفون ده ولا بيمسكه ولا بيقع في عيد في ايد مخلوق غيري انا. فانا عبد الله معاك واظن الصوت بتاعي واضح جدا، تمام؟ بص يا جميل، انا بالنسبه لي مش عشان اعمل سبق صحفي مثلا ولا اعادي الاولاد الذين دول ان انا البس المصدر اللي جاب لي الحاجه، لان هي البطوله كلها عندك انت على فكره مش عندنا. يعني انا اللي بعت لي الفويس اللي فات هو ده البطل، انا مجرد خدته ووصلته للناس، انا موصلاتي.
فانا مش هستفيد حاجه بضررك. الفويس التاني ده كان 22 دقيقه وما زال عندي قسما بالله 22 دقيقه، كل اللي نشرته منه حوالي 7 دقائق علشان ما ضرش التاني، لان في حاجات تضر اللي بعت لي. فانت اي حاجه تخصك، اي تلميح على اسمك، اي حاجه فيها صوتك، اي حاجه فيها كده، تاكد تماما مليون في الميه ان هي ما في مخلوق هيسمعها غيري. بص يا جميل، انا بالنسبه لي مش عشان اعمل سبق صحفي مثلا ولا اعادي الاولاد الذين دول، ان انا البس المصدر اللي جاب لي الحاجه، لان هي البطوله كلها عندك انت على فكره مش عندنا. ونشاهد الان اعترافات المتهمين. انا حنفي عبد الرحيم سيد محمد، مقيم في القطامية، عندي 61 سنه. من صغري كنت بمارس النصب والتنقيب عن الاثار من حوالي 5 سنين. عملت اسم اللواء فاروق القاضي، اتحدت في صفه اللواء فاروق القاضي، شغال مستشار في رئاسه الجمهوريه. وبعد فتره طبعا بدات اقنن الحاجات دي، اخد الناس اللي عندهم اراضي وعندهم مشاكل ونزاعات على الارض اخلصها لهم. بعد كده رحت بدات اقوي علاقتي اكتر بالناس واعمال الشركات، اوهمهم ان انا عندي ناس في الحكومه بتخلص الكلام ده، وبناء عليها بقيت اخد عمولتي برضه. بعد كده بقيت اخد التسجيلات اصلا اللي موجوده عندي على التليفون، بقيت ابعتها لكل الناس عشان اقوي علاقتي بهم ان انا ماسك نفسي. من حوالي 3 شهور عرفت واحده اسمها ميرفت محمد علي، مستشاره في رئاسه الجمهوريه. قعدنا اتكلمنا مع بعض، سجلت لها شويه مكالمات حلوين ورحت واخد منهم مكالمه وبعتها لكل الناس اللي عندنا اللي هي من حقنا. فوجئت لقيت عبد الله الشريف الاخواني نزل على تويتر صوت ليا وصوت لمرفت محمد علي. انا اسمي وائل عبد الرحمن سليمان، عندي 42 سنه ومقيم في اسكندريه وشغال في مجال السمسره. اتعرفت على واحد من فترة حوالي 4 شهور، ادعى ان هو لواء وقال لي ان اسمه فاروق القاضي، وقال لي ان هو من خلال علاقاته يخلص لي اي قصة في اي موضوع في جهة حكومية من خلال شغله في رئاسة الجمهورية، وبعت لي مكالمات هاتفية. ولقيت من المكالمات دي ان الناس اللي بتتعامل معاه بتكلمه على اساس ان هو يعني بيفخموا فيه وبيحترموه قوي. وفي الفترة الأخيرة حصلت لي مشاكل مادية وفكرت إني أستغل التسريبات اللي انتشرت على النت، المكالمات اللي كان بيبعتها لي اللي هو فاروق، وجبت رقم تليفون الإخواني عبد الله الشريف من على اليوتيوب وتواصلت معاه وبعت له المكالمات الهاتفية دي وبلغته إن أنا ممكن أبعت له مكالمات تانية، بس دي على خلاف الحقيقة يعني ما عنديش مكالمات ولا الكلام ده. وهو قال لي وعدني إن هو هيبعت لي 10,000 جنيه على ويسترن يونيون ونصب عليا. انا اسمي ميرفت محمد علي احمد، مواليد 13/9/69. السنه دي اشتغلت في مجال المقاولات عشان ازود دخلي في مجال المقاولات من بالنسبه للعمولات اللي كانت هتجيلي من شغل المقاولات. وتعرفت في شهر 9 اللي فات على شخص بيشتغل في نفس المجال، ادعى ان اسمه اللي هو فاروق القاضي، وان هو له علاقات مع مسؤولين كبار في الدوله، وان هو بيقدر يجيب شغل كتير في مجال المقاولات، وان هو له مصالح يقدر يعمل مصالح قويه في شغل المقاولات. وانا قلت له ان انا شغاله برضو في رئاسه الجمهوريه، وان احنا بعلاقاتنا دي نقدر نعمل مكاسب كويسه في شغل المقاولات. نتابع الآن مراسم بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة. جزيرة الأمل المتبقية. مصر بالنسبة لفلسطين هي الدنيا كلها، هي قراءات القرآن والتراتيل والأغاني والأفلام والتاريخ
والتجارة والدراسة والسينما والنسب وكل شيء. الناس هنا مصريو الهوى والأغنيات، فالعلاقة بين مصر وفلسطين علاقة تاريخية ضربت بجذورها في كافة مراحل الحياة المختلفة بين البلدين، وستبقى مصر دوماً الحاضن الرئيس للقضية الفلسطينية، وستظل القاعدة أنه في الأيام الثقال تظهر المعادن، وفي المحن والشدائد يبرز الرجال. لطالما كان معدن المصريين أصيلاً لا تشوبه شائبة، معجوناً بالعزة والعروبة، وملوياً بدماء الشهداء، ودوماً ما أثبت المصريون أن مواقفهم نبيلة تجاه القضية الفلسطينية وثابتة كالجبال الرواسي. وما يحدث الآن ما هو سوى تجسيد لقناعة لا تتغير في صانع القرار المصري، فلم تتأخر مصر يوماً عن القضية الفلسطينية، وما ادخرت جهداً في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. فكل التحية من الشعب الفلسطيني لمصر شعباً وحكومة. أما الآن نترككم مع كلمة لجنة الإعمار المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر لسادتكم حضور مراسم بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إعمار غزة طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأتشرف كأحد أعضاء اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة بالترحيب بسيادتكم. أود أن أؤكد على أن توجيهات القيادة السياسية لإعادة إعمار غزة هي الاستعانة بالأيدي العاملة من الفلسطينيين والمقاولين والشركات الفلسطينية القادرة على تنفيذ الأعمال. وجدير بالذكر أن أسس الإعمار التي تم الاتفاق عليها من الجانبين وضعت ليلمسها جميع فئات الشعب الفلسطيني المتضرر، ولتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب الفلسطيني كمساهمة مصرية، واستكمالاً للدور المحوري المصري تجاه قطاع غزة. وأنا بترك الكلمة للمهندس عمرو عارف للتعريف بمشروعات المرحلة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أرحب بالسادة الحضور. مشروع الأعمار فيه عدة مراحل. المرحلة الأولى كانت إزالة الركام، طبعاً بعد توجيهات سيادة رئيس الجمهورية بالبدء في إزالة الركام ودخول الآليات المصرية. ابتدينا بالفعل، أنجزنا المشروع وأنهيناه. مشروع كان في 65 يوم، ورفعنا حوالي 85,000 متر مكعب من الركام. المرحلة الثانية اللي احنا في صددها النهاردة هي 6 مشاريع. المشروع الأول هو تطوير الواجهة البحرية للكورنيش. المشروع ابتدينا فيه، نزلنا الآليات، عملنا أعمال الحفر والرمل، وأسندنا للمقاول الفلسطيني أعمال الطرق وأعمال البنية التحتية. المشروع الثاني هو إنشاء التجمعات السكنية. بداية هما 3 مدن. المدينة الأولى هي دار مصر 1، مدينة الزهراء. المدينة الثانية هي دار مصر 2، جبالية. المدينة الثالثة دار مصر 3، بيت لهية. والمشروع الآخر هو تطوير التقاطعات الهامة بميدان الشجاعية والسرايا.
عن طريق إنشاء كوبريين لفك الاختناقات الموجودة في المنطقة دي. وبخصوص المشاريع الستة، احنا عيننا 3 استشاريين. طبعا زي ما حضراتكم عارفين التصميمات بتاخد وقت، فكان في من حطينا 3 استشاريين موجودين للبداية ولسرعة إنجاز اللوحات للبدء الفوري في الموقع. وأسيب الكلمة للدكتور أشرف استشاري المشروع. السلام عليكم. طبعا أنا يسعدني جدا أن أنا أكون أحد المشاركين في إعمار غزة وأحد الاستشاريين الثلاثة اللي هم كلفوا بأعمال تصميم. وهندي نبذة بسيطة المشاريع موقفها إيه ووصلنا بيها لحد فين. زي ما أشار المهندس عمرو، إحنا أول مشروع هو تطوير الكورنيش الساحلي. المشروع احنا استلمنا الموقع وعملنا اعمال الرفع والمساحة وعملنا التصميمات بتاعة الطرق والبنية التحتية، واوريدي طرحت المناقصة اللي احنا بصددها النهاردة ان شاء الله على مقاول من احد المقاولين الفلسطينيين ان هو يقوم بهذه الاعمال. وفي نفس الوقت كانت المعدات اوريدي نزلت وابتدت تشتغل في أعمال الحفر والرد وقطع الطريق بحيث تعمل تسوية لحد لما يبتدي المشروع. دي بعض الصور للشكل النهائي اللي هيبقى عليه إن شاء الله بإذن الله الكورنيش. دي صور للمعدات وهي شغالة في المنطقة بتعمل القطع والرد لحد ما يبتدي أعمال الطرق والبنية التحتية. الثلاث مدن هم دار مصر 1 و2 و3. بالنسبة لدار مصر 3 اللي هي بيت لهية واللي هي اوريدي متصلة عن طريق في منطقة الكورنيش، ودي اوريدي برضو ابتدت الرسومات بتاعتها خلصت واعتمدت من الجانب الفلسطيني الرسومات المعمارية وأعمال المساحة والدراسات تمت. نستكمل دلوقتي الرسومات، بس في نفس الوقت اوريدي المعدات نزلت تبتدي تعمل تسويه وتعمل تجهيز للارض على ما تبتدي فعلا في انشاء العمارات. دي صور من الموقع حاليا للاعمال اللي جاريه في الموقع. بالنسبه لدار مصر 1 مدينه الزهراء، تمت اعمال المساحه واعمال الجسات وجاري دلوقتي اعداد المخططات ومراجعتها مع الجانب الفلسطيني. نفس الموقف مع دار مصر 2 في جباليا، الأعمال المساحية والجسات تمت في الموقع ودلوقتي جاري تجهيز المخططات بحيث للاعتماد والمراقبة. بالنسبة للتقاطعين، التقاطع الأولاني بتاع ميدان الشجاعية بدأت فيه الأعمال من أعمال مساحة وأعمال رفع ورفع للبنية التحتية لدراسة إمكانية التنفيذ الكوري والتعديلات اللي هتحصل في المرافق نتيجة وجود الكوبري. أشكركم ودي نبذة بسيطة على المشروعات اللي ربنا يقدرنا إن شاء الله. شكرا جزيلا. أما الآن نترككم مع توقيع عقد إنشاء مشروع كورنيش شارع الرشيد، فليتفضلوا للمنصة.
جديد عن الدور المصري الفعال لدعم قطاع غزة نتابع تفاصيل أكثر خلال العرض التالي. لعبت الوساطة المصرية دورا محوريا في نجاح التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في مايو الماضي، حيث دفعت القاهرة بكل ثقلها السياسي من أجل إنجاح وساطتها. المزيد عن الدور المصري نتابعه في العرض التالي مع دانا مدحت. أهلا بكم. تأكيدا على المسؤولية التاريخية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، لعبت الوساطة المصرية دورا محوريا في نجاح التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة في مايو الماضي، حيث دفعت القاهرة بكل ثقلها السياسي من أجل إنجاح وساطتها. هذا وتخطت مصر مرحلة الجهود الدبلوماسية لتطبيق التهدئة لتكون ممرا وظهيرا قويا لإغاثة قطاع غزة ولتأمين الهدوء. وبالتزامن أعلن الرئيس السيسي مبادرة عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة. ووجه الرئيس السيسي الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة. وبالتزامن توافدت شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة وحاملة المساعدات الغذائية والطبية ومواد بناء تخفيفا للأعباء عن الأشقاء في غزة وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية. قد شاركت المعدات والأطقم الهندسية المصرية التي ذهبت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار. كما امتدت خطط إعمار غزة حتى طالت الكهرباء، وذلك من خلال استكمال العمل على محطة كهرباء مصرية تمد قطاع غزة بكهرباء تصل إلى 50 ميجا وات. إلى جانب محطة الكهرباء، قد أعلن عن مشروع إنارة شارع رشيد الساحلي والذي يربط محافظات قطاع غزة والذي يعد أحد أهم الشوارع السياحية. ومع انتهاء المرحلة الأولى من جهود الإعمار، تم اختيار شركات مقاولات فلسطينية لبناء ثلاث مدن سكنية، وهي مدينة العاشر من رمضان السكنية شمال قطاع غزة، إضافة إلى مدينة ثانية ستقام في منطقة الزهراء وسط القطاع. أما المدينة الثالثة فتقام في منطقة جباليا. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا لأهم جهود مصر في إعمار قطاع غزة. أشكر لكم طيب المتابعة. ونعود بمزيد من أحداث هذا اليوم بعد الفاصل. أهلا بكم. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا حول استمرار التوقعات الإيجابية للمؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري، وذلك رغم استمرار التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية. وأشار المركز إلى توقعات وكالة بلومبرج بتصدر مصر معدلات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2022، وذلك بمعدل 5.2%. كما توقعت وكالة فيتش أن تكون وتيرة النمو على المدى الطويل في مصر أكثر اعتدالا مقارنة بالسنوات الماضية.
تستعد مصر للانضمام رسميا إلى مؤشر جي بي موجن للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، ومن المتوقع أن تدخل بأربعة عشر إصدارا بقيمة 26 مليار دولار. أترككم مع تفاصيل أكثر وألقاكم على رأس الساعة بنشرة مفصلة لأهم الأنباء، شكرا لكم. في إطار جهود الدولة نحو جذب صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، تستعد مصر للانضمام رسمياً إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة. واعتباراً من نهاية يناير المقبل، ستصبح مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، فمن المتوقع أن تدخل بأربعة عشر إصداراً بقيمة 26 مليار دولار، يكون نسبتها في المؤشر 1.85%. وبانضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورغان، سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة، استناداً إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020. سيتم أيضاً انضمام مصر لمؤشر جي بي مورغان المختص بالبيئة والحوكمة بنهاية يناير المقبل، لتصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 1.18%، بما يعكس تواجد البلاد على خريطة الاقتصادية المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء. انضمام مصر إلى المؤشر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع رأي أيدوا دخول مصر للمؤشر، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك عبر إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد مع رفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية وزيادة حجم كل إصدار.